أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة وموضوع جديد مع طبيب أغابي. موضوع حلقتنا النهاردة هيكون عن موضوع الحروق. مفيش شك أن الحروق بكافة أنواعها هي من أصعب ما يصيب الشخص، وأنها في كتير جدا من الأحيان ممكن تهدد حياة الشخص المصاب. طبعا درجة الحروق بتتوقف على نوع الحرق ومكانه وعمق الحرق، كل الحاجات دي بتفرق وبتأثر على الحرق. مفيش شك ان حروق فروة الرأس هي اصعب انواع الحروق، ان لو اصيب بيها الشخص ممكن تأثر عليه وتأثر على حياته كمان. تعالي بينا النهاردة نعرف اكتر عن حروق اللي بتصيب فروة الرأس وطرق العلاج المناسبة ليها. فبداية حلقتنا النهاردة احب ارحب بالاستاذ الدكتور منير ويليام لبيب، استاذ جراحة التجميل والامراض الجلدية والعلاج بالليزر. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا دكتور منير. مفيش شك ان الحروق بكل انواعها هي موضوع صعب وبتسبب مشكلة لاي حد بيصاب بيها، وخاصة لو كانت الإصابة دي في فروة الرأس. عايزين النهاردة حضرتك تقول لنا إيه مدى هذه الخطورة؟ هو الحقيقة إحنا قصدنا نتكلم النهاردة عن حروق فروة الرأس لأنها تعتبر من أصعب أنواع الحروق اللي فيها بنلاقي بالنسبة لجراحات التجميل مشاكل كثيرة جدا. المشاكل الكبيرة جدا بتاعت الحروق إن هي ممكن تأثر في جسم الإنسان بثلاث طرق. الطريقة الأولى اللي هي الصدمة العصبية اللي ممكن يصيب الشخص المصاب بالحرق. ما فيش شك ان الانسان اللي بيصاب بالحرق اخطر حاجه وممكن تموت هذا الشخص المحروق هي صدمه الحرق نفسها، وهذه الصدمه ممكن تحدث الم رهيب جدا وشديد جدا لدرجه يؤثر على ضربات القلب وانقباض القلب وتنتهي بحياه المريض. الصدمه الثانيه او الخلل الثاني اللي ممكن يحصل من الحروق هو فقدان السوائل. لما يكون في حرق يبقى معناه الجلد اللي بيحمي جسم الانسان اللي هو الطبقه الواقيه لجسم الانسان يبتدي هذا الجلد يفقد، وبالتالي سوائل الجسم مختلفة. هذه السوائل يحصل لها فقدان، وإذا قلت عن حد معين ممكن الشخص ده يؤدي ويؤثر على حياته بالكامل. الصدمة الثالثة أو الخطورة الثالثة من الحروق هو الخلل بالتوازن الكيميائي، واللي بنقصد بيه التوازن الكيميائي اللي هو الأيونات الموجودة في داخل الجسم اللي بتحفظ الجسم زي الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم وهكذا. هذه الأخطار الثلاثة واحدة فيهم تكفي انها تؤثر على حياة الشخص، فما بالك ان الثلاثة بيحصلوا مع بعض وفي وقت واحد، فمن هنا بتيجي خطورة هذه الحروق. كنت بتكلم في مقدمة الحلقة وبقول ان الحروق درجات، في حروق من الدرجة الاولى، في حروق من الدرجة الثانية والثالثة وغيره. عايزين حضرتك تكلمنا عن مدى خطورة كل نوع من درجات الحروق. هو لان الحروق شيء من الاشياء الصعبة جدا بجسم الانسان، احنا اللي بيأثر علينا حاجة من حاجتين. الحاجة الأولانية عمق هذا الحرق. لو كان الحرق أصاب الطبقة الخارجية من البشرة فده حرق من الدرجة الأولى، ودايما حرق الدرجة الأولى بنلاقي فيه تورم وألم شديد وإحمرار بالجلد وممكن يصاحبه تقويم بعد الفقاقيع، وهذا النوع من الحروق اللي هو الدرجة الأولى مؤلم جدا. الحرق الثاني لما يكون أعمق من البشرة ويدخل تحت البشرة إلى منطقة الأدمة فده النوع الثاني من الحروق، وده ممكن يكون بيكون بعض البثور والقروح، والحقيقه ده من الانواع الشديده جدا واشد الما من النوع بتاع الدرجه الاولى. اذا دخل الحرق اعمق لدرجه ممكن يؤدي الى فقدان جزء، يعني ممكن الاقي صباع بالكامل فقد او جزء من فروه الراس بالكامل فقد او وصلت لغايه عظام الجمجمه، ده حرق من الدرجه الثالثه وده اكثر عمقا واكثر خطوره بجسم الانسان. احنا قلنا ان اللي بيأثر في حياة الانسان نمرة واحد عمق هذا الحرق زي ما حضرتك قلتي اللي هي درجات الدرجة الاولى والتانية والتالتة. الحاجة التانية اللي بتأثر في الحروق اللي هي توزيعه في داخل جسم الانسان، ودايما بنقول التوزيع في داخل جسم الانسان في رول اوف ناين، يعني بنقسم 9% ومشتقاتها، فبنلاقي مثلا الصدر 18%، الظهر 18%، الرجلين وهكذا، الايدين 9% و9%، بحيث ان المجموع كله بيوصل ل 99%، وبعدين الراس بتبقى بعد كده هي اللي واخده 9%، وبعد كده المنطقه التناسليه بتاخد 1% الباقي. ومن هنا بتكون توزيع الجرح في جسم الانسان نسبته قد ايه وعمقه قد ايه. فممكن اقول الحرق ده من الدرجه الثانيه ومساحته 17%. هنا بقى نقدر نقول ايه خطورته وواصل لايه والدنيا ماشيه ازاي. انما العمق لوحده ما يكفيش والتوزيع لوحده ما يكفيش، انما الاثنين مع بعض يقدروا يقولوا لك حاله هذا الشخص ومدى خطورته وقد ايه هيقدر يتحمل وهل هيقدر يعيش ولا مش هيقدر يعيش وهكذا، الاثنين دول مع بعض.
طب ايه رأي حضرتك في العادات الشائعة ما بين الناس؟ فمجرد الشخص لو حد عنده حد أصاب بحرق بيستخدم له الزيت ومعجون الأسنان والكلام ده، هل الحاجات دي ممكن تكون لها تأثير سلبي كمان على العلاج فيما بعد؟ خطيرة جدا، بتأدي بنتيجة سلبية جدا وعكسية، لأن احنا لما نيجي نتكلم في الحروق بنقول إن أساسا إن احنا عايزين نعالج الصدمة النفسية والعصبية ونعالج فقدان السوائل ونعالج الخلل الأيوني. إذا أنا ضفت حاجات خارجية زي معجون السنان أو الأزيوت أو الحاجات اللي سيادتك بتقول عليها دي، بتكون النتيجة إن أنا بزود عامل رابع اللي هو إحداث التهاب بكتيري ثانوي ممكن يدخل العيان ده في نوع تاني من الصدمات اللي هو السبتسيميك اللي هو الناتج عن الالتهابات العنيفة اللي هي من سوء التعامل مع الحرق. فطبعا هذا الكلام لا أساس له علمي على الإطلاق وغير مستحب وغير مطلوب على الإطلاق. ايه الاسعافات يا دكتور الاولية اللي حضرتك بتنصح بيها الشخص المفروض لو عنده حد اصاب بحرق بسرعة يعملها قبل ما يروح للمستشفى؟ هو واضح ان احنا بنتكلم دلوقتي عن الحروق الناتجة عن اللهب او عن نتيجة عن المية اللي بتغلي او السوائل اللي بتغلي. فالاسعافات الاولية المطلوبة ان احنا بنحاول ان احنا نتفادى الثلاث صدمات اللي اتكلمنا عنها. الصدمة الاولانية اللي هي الصدمة العصبية، اذا قدرت هذا الشخص ان نقوله بعيد عن هذه الصدمة العصبية، ان انا نقوله في مكان بعيد عن المكان اللي فيه الحروق وطلعه في جو نقي اقدر اتلافى هذه الصدمة. الحاجة التانية اللي هو فقدان السوائل، لو قدرت لهذا الشخص اذا كان يقبل اديله سوائل يشربها دون انه يرجع، ده هيبقى شيء كويس جدا لانه ممكن يعوض نسبة عالية جدا من السوائل. وفي حالات كتير بيستحب ان احنا نجيب ملح ونحطه في مية ونشربه له لو كان في فقدان لجزء كامل من الجلد موجود، لغاية لما يبدأ في المستشفى ويبتدي ياخد السوائل والمحاليل زي المحاليل المعروفة لبناترينجر او محلول ملح اللي هي بتتاخد في الاسعافات الاولية في هذه الحالة. الحاجة الثالثة اللي هي ان هي نحاول نغطي المريض بحيث انه ما يكونش فيه فقدان كامل لهذه السوائل. ما زاد عن ذلك هو سرعة نقل المريض لأسرع ما يمكن الى اقرب جهة متخصصة عشان يقدر الناس تتعامل مع هذه الحالة. طيب في انواع كثيرة للحروق، هنتكلم عن اول نوع من الحروق هو الناتج عن التيار الكهربائي. الحقيقة الحرق الناتج عن التيار الكهربائي ده حرق من نوع غريب جدا. بنلاقي مثلا الشخص اللي اصيب بحرق فرط الراس ناتج عن تيار كهربائي. تيار كهربائي مثلا شخص وقع على تيار كهربائي، فالتيار الكهربائي بيدخل في فروة الراس عن طريق نقطة اسمها نقطة الدخول. وممكن هذا التيار يسري في داخل جسم الانسان ويخرج من نقطة تانية او ما يخرجش. فممكن يدخل من نقطة في الجمجمة ويطلع من نقطة تانية ويبقى الحرق ده ماسك منطقة فروة الراس والجمجمة الراس فقط. ممكن الحرق ده يدخل من نقطة معينة في فروة الرأس ويمشي في طريقه يمر على مركز التنفس بتاع الإنسان يعمل إيقاف للتنفس العيان يموت، أو ممكن يدخل من نقطة في الجمجمة ويمر على مركز القلب يعمل إيقاف لمركز القلب والعيان يموت. إيه اللي بيحدد يعني اتجاهه؟ لا ملوش أي حاجة، تيار كهربائي ده تيار خطير جدا وبيدخل بالطريقة اللي تعجبه، وممكن يثبت في داخل جسم الإنسان وممكن يطلع من ناحية تانية. فالخطورة هنا بالنسبة للحروق الناتجة عن التيار الكهربائي هي في نقطة الدخول وفي مسار هذا الحرق. إذا الحرق ده داخل من نقطة محددة ومر على مركز التنفس وحصل إيقاف للتنفس، لازم الشخص يعرف يعمل التنفس الصناعي المسعف الأولي اللي هو التنفس الصناعي بطريقة معينة. وساعات بنقول إن قبلة الفم دي اللي هو التنفس الصناعي الشخص اللي بيديه تاني بتكون قبلة اللي هي تعيد الحياة لهذا الشخص، اللي سبب لإعادة حياة هذا الشخص. وأيضا إذا دخل هذا التيار الكهربائي من فروة الرأس ومر على مركز القلب وحصل إيقاف للقلب، قد يكون التدليك الخارجي اللي بيقوم به المسعف سبب في إعادة الحياة لهذا الشخص أو إنه ما يدخلش في مراحل الوفاة والحاجات دي كلها. عشان كده الحروق دي من أخطر ما يمكن، لكن النقطة الخطيرة جدا إن واللي كلنا لازم نكون عارفينها إن ما نقربش من ناحية شخص مصاب بحرق تيار كهربائي قبل ما نوصل لهذا التيار، لأن ممكن المسعف يكون الضحية الثانية قبل الضحية الأولى المصابة بهذا التيار. فالنقطة الأساسية عادة هو فصل التيار الكهربائي ثم التعامل مع الحالة، لأن حاجات كتير جدا بنلاقي إن ساعات كتير قوي إن إنسان بيسعف إنسان والاثنين جايين بنفس عربية الإسعاف والاثنين حالتهم في خطر وهكذا. فالنقطة الأساسية الجوهرية الأولية هي إن المسعف لابد أن يقوم بفصل تيار كهربائي وبعدين يتعامل مع الحالة. هل هي محتاجة لتنفس صناعي؟ هل هي محتاجة لتدليك خارجي؟ ولا مجرد حرق سطحي دخل من منطقة معينة في فروة الرأس وطلع منطقة تانية وابتدى الأمور تبقى مقدور عليها؟
في نوع آخر هو الناتج عن الناس اللي بتشتغل في المعامل، المواد الكيميائية أو الكلام ده، أحيانا بيتعرضوا لحروق، وحروق برضو دي بتكون أعتقد أنها خطيرة جدا، ما تقلش خطورة عن التيار الكهربائي. عايزين نتكلم عن مدى هذه الخطورة. الحروق الناتجة من الحروق الكيميائية اللي بنتكلم عنها دي في كذا نوع منها. في حرق كيميائي قد ينتج من حامض زي مية النار، وهذا الحرق من أصعب ما يمكن، وبنشوفها في الحالات وفي بعض المشدات وبعض بتبقى مشكلة معروفة جدا إن واحد يعني ادى ميه نار على حد على اتجاه معين بطريقه معينه واصابت فرد راس بحروق معينه. وهذا النوع من المواد الحامضه بيبقى نوع من الاولاني من الحروق. في نوع ثاني بيكون ناتج من مواد قلويه زي الصودا الكاوي، وفي نوع ثالث بيكون ناتج من الفينول، ده نوع ثالث من الحروق. الثلاث حروق الكيميائيه دول بنتفق في الاسعاف الاولي بتاعهم ان لابد من اول خطوه اعملها ان انا اغسل المكان المصاب بهذا الحرق الكيميائي بالمياه الجاريه. المياه دي ممكن تنقذ اكتر من نص العمليات اللي ممكن هذا المريض يعملها، لان المياه دي تقدر تمشي لي كميه قوي قوي من الحروق دي من هذه المواد الكيميائيه اللي على الجسم، وبعدين ابتدي اتعامل مع هذا الحرق. اذا كان الحرق الكيميائي ناتج عن ماده حمضيه فاسهل ما فيها ان انا استخدم ماده خلويه. عندنا في البيت بيكربونات الصودا دي لو معلقتين كبار على لتر ميه وتحطوا على المكان المصاب بالصودا بالماده الحمضيه ممكن تقلل كتير من الاثار الجانبيه اللي تحصل. لو كان الحرق ده ناتج عن ماده قلويه زي الصودا القويه اسهل ما فيها ان انا اجيب ماده حمضيه. اللي موجود عندنا في البيت تحت ايدنا الخل، ممكن اجيب كميه خل وقدها خفيفه بكميه من المياه وادخلها على المنطقه المصابه بهذا الحال القلوي، وده يقلل كتير جدا من الاثار اللي ممكن تحصل. حاجه زي الفينول المعادل ليه هو الكحول، الكحول اللي موجود عندنا ده لو بعد ما اغسل المنطقه المصابه بحرق الفينول بالمياه احط الكحول الموجود تحت ايدي ممكن يقلل كثير جدا من الاثار الجانبيه. ده بيكون الخطوه الاوليه والاسعاف الاولي، وبعدين بيتم الى اقرب مكان متخصص للتعامل مع هذا الحرق. طب ايه الطرق العلاج اللي حضرتك بتتم بالنسبه للاشخاص المصابين بالمواد الكيميائيه؟ هو جميع الحروق تتفق على ان انا هتعامل مع الحرق بطريقه من عده طرق. الطريقه الاولانيه اللي هو الاسعاف الاولي في المستشفى اللي راح لها، ان الاول لازم اتخلص من الصدمه العصبيه الموجوده في هذا الشخص عن طريق ادويه معينه وعقاقير معينه. الحاجه الثانيه اتخلص من صدمه فقدان السوائل عن طريق بدي محاليل اشهرها لبنات الصوديوم ولبنات الرينجر، ان هذه الماده بتعوض دايما السوائل وبتعوض الجسم. دايما بيكون الدم بتاعنا في حاله قلويه، فلما بيدخل حروق بيبقى في حاله حمضيه معينه، فهذه الماده تقدر تحافظ على ترجع قلويه الجسم الى ما كانت عليه. الحاجه الثالثه فقدان السوائل عن طريق الايونات اللي بنديها في المحاليل. ده بيبقى الاسعاف الاول اللي موجود بالنسبه للشخص اللي قدامنا. وبعدين بيتم التعامل معاه، هل انا هتعامل مع الحرق بطريقه قفل الحرق ولا بطريقه فتح الحرق؟ لان في تكنيكين معروفين جدا، في مدرسه من الدكاتره بتتعامل مع الحروق بطريقه المفتوحه، وفي مدرسه ثانيه من الدكاتره وانا منهم بتتعامل مع الحروق بالطريقه المغلقه، ان انا اقفل على الحرق واتعامل معاه عشان اقلل كميات كبيره. بمعنى ايه دكتور؟ يعني بمعنى ايه حضرتك تقفل على الحرق؟ الحرق مكشوف هسيبه مكشوف، وهدي له كريمات واسيبه معرض للمكان الموجود بتقفل عليه بعد العلاج يعني؟ لا، ممكن اسيبه مكشوف على طول. دي مدرسه. وممكن احط تعامل بطريقه معينه واقفل الحرق بشاش واربطه وكلام زي كده، ودي مدرسه ثانيه. يعني في دكاتره بتشتغل بالطريقه دي، لكن الاثنين ناجحين. ده ليه نسب نجاح وفشل، ده ليه نسب نجاح وفشل، مفيش حاجه اسمها مطلقه. الطب عندنا مفيش مطلق، الطب عندنا في حركه دايما. فهي المدرسه المغلقه في ناس بتفضلها انا منها، وبيبقى غلق للجرح. بعد كده بيجي بقى التدخل الجراحي القوي لجراحات التجميل. هل يتم هذا التدخل؟ يعني لما يجي لي شخص عنده مساحه كبيره من الجلد مفقوده، هذا الشخص بيتم التعامل معاه عن طريق الرقعه الجلديه. بناخد رقعه جلديه من مكان، من الرجل، من الساق، من البطن وهكذا، ونشوف المنطقه اللي فيها فقدان للجلد ونديها بنعوضها. لكن للاسف الحقيقه في حالات بيكون نسبه الحروق كبيره لدرجه ان جلد الانسان نفسه مش مقضيه. الحالات الحروق الخطيره اللي هي اكثر من 20%. التطور الكبير قوي في الجلد ما يسمى ببنك الجلد. في جراحات التجميل ما يسمى بنك الجلد. انا ممكن اخد جلد من شخص تاني واستخدمه في الشخص المحروق.
وده بيدي نتيجه كبيره جدا وبيبقى في نجاح. مفيش حاجه اسمها الجسم يرفض الجلد بتاع شخص وشخص. والحقيقه بتمشي الحالات بطريقه كبيره جدا، لان احنا ساعات بنتقابل بحالات مزنوقه جدا لدرجه ان في حروق في اماكن كثيره جدا من جسمه عايزين نتصرف وجلده هو مش مقضيه. يعني انا ممكن اخد منه كميات من الرقعه الجلديه ومش مقضيها. فبنك الجلد ده بيحل لنا المشكله ان احنا بناخد جلد من موجود متحضر من ناس ثانيه وبيبتدي نقدر نغطي فيه الاماكن المعرضه والمكشوفه لهذا الجلد. دي طريقه من طرق المعامله مع الحروق. الطريقه الثانيه الحقيقه اللي هي لف شرايح، ودي بنشوفها في فروه الراس. يعني لو عندي منطقه مصابه بحرق كبير في فروه الراس، ربنا خالق في جلد فروه الراس حكمه انه ممكن يتمدد ويلف معايا. فبنقدر المنطقه المصابه بالحرق دي ان احنا نلف شريحه من الجلد تغطيها. والمنطقه اللي لفت منها يا اما بتتقفل اوليا او بتتحط عليها رقعه جلديه. ودي من الطرق الناجحه جدا في علاج حروق فروه الراس. في طريقه ثالثه في فروه الراس ايضا، ان ساعات بيكون عندي الجلد عامل قرحه كبيره جدا وبعد كده شفيت، لكن ثابت بدلها منطقه فاضيه. بمعنى ايه؟ ان عندي تليف في فروه الراس، يعني عندي فقدان كامل للشعر. ودي الحقيقه بنشوفها دايما في الحروق بتاعه فروه الراس، ودي المشكله الاساسيه اللي بيجي لنا المريض عشانها، ان الطفل اصيب بحرق فروه الراس او شخص كبير وبعدين سبب مكانها منطقه فاضيه ما فيهاش شعر. فبتكون النتيجه ان احنا بنزرع اجهزه، هذه الاجهزه هي ممددات انسجه بنحقنها، ودي ليها اشكال معينه قد تكون دائريه او متوازن مستطيلات او هلاليه الشكل، تتزرع في المكان اللي فيه شعر وتتمدد على مدى شهر ونصف شهرين، وبعدين بيتم نزع هذه الاجهزه ولف الجلد بشرائح معينه بحيث نغطي. الحقيقه كل الكلام ده انا بقوله بسبب صغير قوي، ان احنا عايزين نقول ان حتى الحروق لو ثابت بدلها اثار كبيره مع فقدان كامل للشعر في اماكن كبيره، ممكن عن طريق جراحات التجميل بلف شرائح او بزرع ممددات انسجه اتغلب على المشكله واقدر يرجع الشعر كما كان، والمشكله بالنسبه للشخص ده تنتهي. اعتقد بنفس الطرق اللي احنا اتكلمنا عنها في حلقه الصلع، يعني نفس الطرق المستخدمه ممكن تستخدم مع الشخص المصاب مثلا بحرق في فروه الراس. احنا قلنا دلوقتي بالظبط الطريقه سهله جدا اللي هي ان انا بستخدم شريحه، ودي لف طريقه شرائح. وطريقه ممددات الانسجه ودي طريقه ثانيه. والطريقه الثالثه ان انا ممكن اصغر الجلد المصاب بحرق في فروه الراس. الطريقه الرابعه ان هي انا اقدر اعمل ما يسمى بالشعر الصناعي. وهذه الطرق مجتمعة سواء كان عن تصغير الفروة أو عن طريق لف الشرايح أو حتى زرع جزر صغيرة، كلها تقدر توصل لنفس النتيجة. إنما اللي ناجح جدا جدا في حروق فروة الرأس عادة بيكون يا لف شرايح يا استخدام ممددات للأنسجة. هنتكلم عن آخر نقطة بشكل سريع شوية، هو نوع الحرق الناتج عن الإشعاع. الحقيقة هذا النوع الحرق الناتج عن الإشعاع يشبه تماما الحروق الناتجة عن اللهب أو المياه اللي بتغلي. لكن مشكلة الإشعاع لو أصاب فروة الرأس إن عادة الجمجمة دي فيها النخاع، والنخاع ده بيكون كرات الدم البيضاء اللي هي مسؤولة عن وظائف معينة في جسم الإنسان. فعادة الحرق لو كان ناتج من النخاع فبيوقف نشاط هذا النخاع، وبالتالي كرات الدم البيضاء والحمراء الموجودة في جسم الإنسان بتكون ضعيفة، الإنسان بيعاني من أنيميا ونقص في كرات الدم وهكذا. فالمريض ده بالإضافة للعلاج السابق اللي احنا اتكلمنا عنه بيتم عملية نقل دم ليه على عدة مراحل علشان نعوض فقدان الأنيميا ونقص الخلايا اللي موجود في داخل جسم هذا الإنسان. وصلنا نهاية حلقة النهاردة. في نهاية حلقتنا بشكر الأستاذ الدكتور منير ويليام نبيب، أستاذ جراحات التجميل والأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، على كل المعلومات اللي قدمها لنا النهاردة. بشكرك يا دكتور. شكرا. بشكركم أعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم لينا. ما تنسوش تنتظرونا في حلقات أخرى وموضوعات أخرى مع طبيب أغابي. شكرا وإلى اللقاء.